كانه يمر الان في اسوأ فتره بعد موضوع كورونا، لا في زوار لا في معتمرين زي اول، حجاج وكذا يعني الفنادق تقريبا الان يا دوب شغلها شغل محلي وبالبركه، وتعرف مع الاحترازات وكذا ما في ديك القوه الكبيره. هذا كنظره عامه للسهم، لكن كتحليل فني تحس انه السهم كانه قاعد ماشي مع الظروف العامه حقت السهم. بس لاحظ الان نحن فين واقفين؟ قلت لكم قبل شويه في المقدمه حقتي، قلت مكه اذا وقفت فوق السهم ما في شيء يفتح نفسي لعمليه المضاربه او التركيز على السهم او اشجع على، اذا كان عنده على الاقل لعبه فوق السبعينات. ليش؟ هذه حدود الترند الهابط الفرعي. لاحظوا عندنا مثلث مكسور. لاحظوا السهم فين واقف؟ واقف عند منطقة 38 فيبو 60 فيبو تصحيح من قمة الموجة اللي حققها في عام 2017 تقريبا. يعني من لو سحبنا الفيبو الرئيسي الاستراتيجي، انظر للخطوط العرضية دي اللي شاقة الشارت. حتى تاريخيا كانت في يوم من الأيام في عام 2000 كانت قيعان عام 2006. لما انهار السوق في عام 2006 هنا كانت قيعان سهم مكة للإنشاء والتعمير. شوفوا المنطقة دي، هذه منطقة. لو ننظر الآن نجد نفسنا نحن ما زلنا واقفين في قاع المرحلة دي اللي هي أبعادها في أسوأ الظروف ما بين 58 و55 57 في هذا الحدود. اليوم قيمة السهم 60 30. طبعا لو جيت سألتني أقول لك السهم في قيعان. أسوأ شيء لا قدر الله يكون يعني في فيلم مو حلو انه تشوف السهم ده مكسر ال 55 ورايح على تحت. لو كسرها وراح شوف نسبة تصحيح 78 فيبو قريب 40 ريال. طبعا انت الان لا تخاف ما دمت فوق ال 55 وال 57 ريال، لانك انت ما زلت تعتبر قريب، يعني ما زلت في محيط الدعم. طيب مضاربيا متى نتحمس ونقول يمكن نلعب على 10%؟ اي اختراق لحاجز 63 ممكن، عندنا 65 ممكن، عندنا 67، وتبقى الاهم على الاطلاق مستويات قريب ال 71 ريال. يعني يا ابو محمود ممكن يكون لنا نصيب ونلعب على 10 ريال خلال المرحله القادمه، ممكن من علامات التحرك نحو هذه الارقام مره ثانيه ان يتحرر من 63 على نظريه 357. سبق انه سواها وقلنا عليها وراح جاب 67 ما ادري 68 ورجع طاح وكسر 65 ورجع زي ما انت شايف تي 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 تي، زي ما رحتي زي ما جيتي. هل تعلم ان قاع كورونا في سهم مكه هي 54 ريال؟ ومع انه اغلاقه الشهري فين كان؟ كان فوق ال 55 وفوق مستويات حتى ال 57 ريال. انا لو سالتكم الان سؤال حسب كده انتم يعني خبرتكم ونظرتكم ايش تقولوا عليه؟ هل هذا الشارت واضحه في ملامح مستقبليه؟ ها؟ هل تشعرون بقوة السهم؟ هل تحسوه سهم يستاهل ان الواحد يعني انه يلحقه من دحين ويشتغل عليه؟ ولا يعتبر مضيعة للوقت؟ ها؟ من رسم البيان، من الرسم البيان مضيعة للوقت، مضيعة. انت ما بدي انا يعني اقتل الطموح اللي عندك، انت بتجمع حاطط عينك عليه، يعني انت عشانك مستغل انه هو قريب من قاع كورونا ورخيص وقاعد من هذا الكلام بتسلي نفسك. طيب
الله يعينك ويصبرك. كل اللي اقدر اقول لك عليه انه مضاربيا عشان يدينا اشاره يقول لنا يلا قولوا بسم الله ضاربوا، يمكن تكسبوا لكم من 63 ل 67 4 ريال اذا اخترق 63 ريال. يا راجل كل المتوسطات الشهريه كاثرها، ما في ميزه في مكه الا انه يعتبر في قيعان، وهذه القيعان تبقى مؤقته ما لم يكسر القاع او مناطق ال 57 وخمسة وخمسين وينحرف دونها. أتخيل واحد قاعد في القاع يقوم يشوف البذرمطي. إيش هو البذرمطي؟ البذرمطي إنك أنت تكون جالس في قاع فجأة يقوم السهم يكسر لك القاع. يا لطيف، من جد بذرمطي.